أما بالنسبة لتحويل البيانات من ملف أوتوكاد إلى بيانات داخل الأرك جي أس، أنا مثلا عندي ملف أوتوكاد، ملف الأوتوكاد بيظهر على الأرك كاتالوج بهذه الطريقة أو من خلال هاي الأيقونة. لو اخترنا ملف الأوتوكاد دبل كليك بيظهر عندنا بهاي الطبقات. إذا أنا قمت بإضافة جميع ملف الأوتوكاد بيظهر بهاي الطريقة. هاي نعمل زوم تو لاير، ظهر عندنا بهاي الطريقة. هاي أنا هي خفيت جميع الطبقات. هاي مثلا في عنا البوليجون، في عنا البولي لاين، في عنا طبقات النصوص. تحويل البيانات من أوتوكاد إلى جي أي أس أو إلى برامج الأرك جي أس بيعتمد على ترتيب طبقات الأوتوكاد. إذا كانت طبقات الأوتوكاد منظمة ومرتبة بشكل منظم جدا فبسهل علينا تحويلها. في عنا عدة طرق للتحويل. بدون ما أضيف هاي الطبقة على التيبل اوف كونتنت، أنا بقدر من خلال مسار حفظها أروح أعمل على أي على طبقة البولي لاين تصدير، عملته شيب فايل. بختار مكان الإخراج داخل مثلا هاي قاعدة البيانات، نسمي الطبقة بهذا الاسم، نختار مكان الإخراج في مجموعة البيانات وهي اسم المخرج بهاي الطريقة ونضغط على أوكي. صدر لي هاي الطبقة. لو رحت عمل Open Attribute Table في عنا حقل اسمه لاير، هذا حقل مهم جدا. هذا بيعتمد شو اسم الطبقات داخل ملف الاوتوكاد. في عنا طبقة مثلا اسمها بي بلوك على الاوتوكاد ظهرت بهذا الشكل. في عنا الطبقات اللي اسمهم اللاير اللي اسمها بارسل بي بارسلز بهاي الطريقة. وايضا في عنا طبقة خاصة بالرود في الشوارع اللي على الاوتوكاد بهاي الطريقة، فبيظهر عنا بهذا الاسم. مثلا انا بدي فقط قطع الاراضي، فبقدر اختار او اقوم بالترتيب تصاعدي او تنازلي للحقل لاير واختار جميع اللي اسمهم بي بارسل بهاي الطريقة. عندنا 27 قطعة. او مثلا انا بقدر اعمل select by attribute واروح على اللاير يساوي بي بارسل، نعمل ابلاي. انا هيك عملت تحديد لجميع قطع الاراضي من ملف الاوتوكاد، بعدها بنقوم بتصديره. طبعا انا هيك صدرتهم على شكل خط، يعني طبقة من نوع خط. فانا بقدر اروح على الارك تول بوكس وانا عامل سيلكت طبعا فقط على طبقة القطع بهذا الشكل، واروح على أداة اسمها فيتشر تو بوليجون. من خلال صندوق أدوات الداتا مانجمنت تول بعدها بروح على الفيتشرز بعدها بروح على فيتشر تو بوليجون، بختار هاي الطبقة، بختار هاي الطبقة. ومكان الحفظ مهم جدا، نسمي اسم الطبقة أي اسم، بعدها نعمل أوكي، نغلق هذا التيبل. فهيك احنا صار عندنا طبقة من نوع بوليجون خاصة في قطع الأراضي المحولة من ملف الأوتوكاد. أيضا في عندي طريقة ثانية لتحويل ملف الأوتوكاد إلى أرك جي أس من خلال الرسم والتعديل وإدخال البيانات. فأنا بقدر أجي أضيف بولي لاين مع طبقة النصوص اللي هي أرقام القطع، تظهر عندي بهذه الطريقة. بروح بفعل الإيديت على طبقة البارسل، هاي ستارت إيديت وجريد فيتشر، بصير أرسم قطعة قطعة. مثلا أنا رسمت هاي القطعة، بقدر أروح على الأتريبيوت الخاص فيها ونكتب الرقم، هاي 44.
أقدر أرسم القطعة القطعة اللي جنبها من خلال أسلوب الأوتو كومبليت بهاي الطريقة. هيك أنا بستخدم أسلوب الأوتو كومبليت لتسريع الرسم. بقدر أستخدم أسلوب التريس من خلال هذا الخيار، بختار الخيار الأول، لكن الأوتو كومبليت بضل أفضل من هذا الخيار. بعد ما أقوم برسم عدة قطع من ملف الأوتوكاد، بقدر أعمل سيلكت على أي قطعة وأروح على أتريبيوت تيبل الخاص بالقطع، وأروح على هاي الأيقونة الخاصة بالسيلكت فيتشر، وأختار مثلا أختار هاي القطعة وأدخل الداتا عليها. ايضا بقدر اعمل سيلكت على مجموعة من القطع واعمل فيت كالكوليتر، مثلا رقم الحي تبعهم رقم 2، اسم الحي مثلا نختار. طبعا لما اكون بادخال رقم بدخل الرقم بطريقة عادية، لكن اذا بدي اكون بكتابة نص يجب وضع النص بين علامتين. بين هذول العلامتين اللي هم شيفت وحرف الطاء على الكيبورد لوحة المفاتيح، بكتب مثلا الشمالي، بعمل اوكي. هي انا عملت فيه كالكوليتر، في حال كتابة خاطئة بتظهر في عندي في هذا الشكل، مثلا انا نسيت ادخل شكل خاطئ، بعمل اوكي بعطيني ايرور. لازم نكتب المعادلة صح بهاي الطريقة. أيضا في عنا طريقة لتحويل الأوتوكاد، طريقة ثالثة من خلال ملف الأوتوكاد هاي البلو لاين. باجي بعمل ديفينشن كويري على طبقة البلو لاين الخاصة في الأوتوكاد، دبل كليك، بعدها بروح على واجهة الديفينشن كويري، بحكي له يظهر لي فقط اللاير يساوي بي بارسل. بنفس الطريقة طبقة النصوص، فقط يظهر لي طبقة معينة حسب ما هي موجودة على طبقة الأوتوكاد، نعمل أوكي. فأنا هيك أخفيت وأظهرت المعلومات أو البيانات اللي بدي إياها. بروح على نفس الأداة اللي استخدمناها قبل شوي، فيتشر تو بوليجون، بختار طبقة البولي لاين، وفي الليبل فيتشرز بختار الأنوتيشن. قبل اوكي بنختار مكان الحفظ ضروري جدا، او بنتركها ديفولت، نختار هاي نسميها بهذا الاسم، نعمل اوكي. ظهرت عنا طبقة بهذا الاسم، نعملها open attribute table. رقم القطعة بيجي على حقل اسمه text memo. لمشاهدة رقم القطعة بيكون في اخر حقل في الطبقة المخرجة عنا بهذا الشكل. هاي جميع الأرقام، يعني رحنا على هذه القطعة، هاي رقم 1 موجود عنا هون، رقم 1، هذا رقم 10، هاي رقم 10. بقدر أظهره من خلال دبل كليك على هاي الطبقة، بروح على الليبل، بختار آخر حقل اللي بيظهر فيه أرقام القطع، وبختار سيمبل معين، بفعل هاي الإشارة، بعمل على بعديها على أوكي، بيظهر عندي أرقام القطع. إذا تعلمنا ثلاث طرق لتحويل ملف الأوتوكاد إلى برامج الـ ArcGIS.